السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. مساك الله بالخير يا عبد الرحمن. الله يمسك النور يا سلطان، وحياكم الله مشاهدينا في حلقتنا اليوم، مواضيع متنوعة وضيوف متميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة. نعم يا عبد الرحمن، وفي البداية تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير بلاد المفدى رسالة شفوية من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قام بنقل الرسالة دولة السيد عبد القادر كامل محمد رئيس وزراء جمهورية جيبوتي خلال استقبال سمو الأمير المفدى له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، حيث نظمت وزارة الصحة العامة حفلا للإعلان عن برنامج شهادة الأطباء في إدارة ورعاية السمنة، والذي سيطلقه المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض. نتابع. شهد مركز السد الصحي حفلا أقامته وزارة الصحة العامة للإعلان عن برنامج شهادة الأطباء في إدارة ورعاية السمنة، والذي سيطلقه المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض. ويستهدف البرنامج الذي يستمر 6 أشهر الأطباء لتدريبهم على معالجة مرضى السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا وجودنا اليوم في مركز السد الصحي في الرأس الحل الأولية لمتابعة شهادة وتخريج أطباء أسرة في موضوع إدارة ومكافحة السمنة. كما تعلمون أن السمنة أصبحت هدف واضح وخطير، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها من الأمراض اللي مذكورة في تصنيفهم ويجب مكافحتها بشكل أفضل. وجدنا في دولة قطر مع الدراسات الماضية أن السمنة لا تزال موجودة في الدوحة وفي الخليج وفي الوطن العربي، ويجب أن نأخذها بشكل جدي، لأنه وجدنا لما قللنا السمنة المفرطة في السنين الماضية قل معنا الضغط وقلت معنا المشاكل النفسية وقل معنا السكر. إذن هي صارت هدف، صارت مستهدفة لتحسين صحة المواطنين، فنرجو من المواطنين أيضا إن شاء الله التعاون معنا لتحسين صحتهم ومتابعة الجداول لمكافحة السمنة على المدى البعيد. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في وقت تتزايد فيه يوما بعد يوم حالات السمنة، التي باتت واحدة من أخطر المشاكل الصحية المنتشرة في العالم، إذ تؤدي إلى العديد من الأمراض الأخرى. تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، عقد المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي. افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزية المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. إن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستنداً للعوامل الخاصة بكل بلد، ونظراً للهيكل المالي والاقتصادي على مستوى منطقتنا، فإن انتهاج سياسات سعر الصرف التي تبنتها دولنا لا تزال تمثل عاملاً موثوقاً لسياستنا النقدية، حيث حظيت هذه السياسة بالإشادة في التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي. إن منهجية سياسة سعر الصرف المتبعة لدى البنوك المركزية الخليجية نتج عنها فوائد كبيرة، حيث وفرت دعماً قوياً للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت.
عقد هذا المؤتمر تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث جاء هذا العنوان تماشياً مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة، مما يفرض الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. إذن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، حيث نظم الملتقى القطري للمؤلفين التابع لوزارة الثقافة جلسة خاصة بعنوان دور محو الأمية في تعزيز الكتابة والإبداع الأدبي لتحقيق التنمية المستدامة. متابع. بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، نظم الملتقى القطري للمؤلفين التابع لوزارة الثقافة جلسة خاصة بعنوان دور محو الأمية في تعزيز الكتابة والإبداع الأدبي لتحقيق التنمية المستدامة. شارك في الجلسة التي عقدت في بيت الحكمة الأستاذ محمد هاشم والأستاذة ضحى الخصاونة، فيما تولت الإعلامية بثينة عبد الجليل تقديمها، وناقش المتحدثون دور محو الأمية في تمكين الأفراد من التعبير عن أنفسهم بفعالية وتحقيق التطور الشخصي والمجتمعي من خلال الأدب والإبداع. شيء غريب إن إحنا في الألفية الثالثة الآن في قرابة أكثر من 700 مليون شخص على ظهر هذا الكوكب بيعانون من إعاقة عدم القراءة والكتابة، مع إنها مفتاح قديم جدا قدم التاريخ، بل إن التاريخ نفسه لم يرصد إلا بعد أن رصد الإنسان وتعلم القراءة والكتابة. فالنقوش القديمة في كافة الحضارات هي التي دلت على تلك الحضارات، فهناك 700 مليون شخص مستعدين أن ينهوا حياتهم على ظهر هذا الكوكب دون أن يتركوا لهم أثرا. أترك أثرا. هذه فرصة جميلة لكي نتجمع معا وندرك مدى أهمية أننا حينما نتعلم القراءة والكتابة ستعطينا فرصة للتعبير عن مشاعرنا وأفكارنا، وهذا المشاعر والأفكار حينما ننقلها للآخرين سوف تعمل على الاستدامة لأنها ستزيد من الاقتصاد والمعرفة. وتعد هذه الجلسات التي تقام بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتعليم والثقافة وتشجيع المشاركة الفعالة في الحراك الثقافي والأدبي، مما يدعم جهود الدول في بناء مجتمعات متعلمة ومبدعة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. نظم الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مؤسسة دوري نجوم قطر في فندق بولمان الدوحة دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية للإصابات الرياضية الشائعة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية. نتابع. دورة الإسعافات الأولية للإصابات الرياضية الشائعة تأتي ضمن مجموعة من الدورات والأنشطة التي ينظمها الهلال الأحمر القطري على مدى أسبوع بالتعاون مع مؤسسة دوري نجوم قطر بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يصادف 14 من سبتمبر كل عام. وتعقد هذه الدورة التدريبية تحت شعار جاهز استعد أسعف، حيث يستفيد منها عدد من الحكام الدوليين القطريين والموظفين والمتطوعين بالهلال الأحمر القطري بمعدل 15 متدربا لكل فئة، بهدف تعزيز مهاراتهم في الإسعافات الأولية الرياضية الشائعة. وقد شهدت هذه الدورة تقديم حزمة من تقنيات الإسعافات الأولية في مجال الرياضة من قبل فريق متخصص من قسم الخدمات الطبية في القطاع الطبي بالهلال الأحمر القطري.
يشار إلى أن الفعاليات التي ينظمها الهلال الأحمر القطري بهذه المناسبة تتضمن أيضا أنشطة مختلفة ومحاضرات لطلبة المدارس، وتختتم بإقامة معرض توعوي يستهدف أولياء الأمور والأسر والأطفال والزوار والمهتمين بالرياضة، وذلك بهدف تكريس الوعي المجتمعي في مجال الإسعافات الأولية. مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد خالد بن محمد المريسي، رئيس التدريب في مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير. يا هلا ومرحبا فيك يا أبو محمد. يا هلا يا مرحبا. نعم، في البداية يا أبو محمد حدثنا عن اليوم العالمي للإسعافات الأولية. اليوم العالمي للإسعافات الأولية والموافق هو 14 من سبتمبر من كل عام، هو يوم تحتفل فيه العالم بشكل كامل، هدفه تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية. مثل ما تعرفون حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدوليين في العالم دائما يسعون بشكل كبير لتعزيز والمساهمة وتقديم خدمات عديدة متعلقة في الإسعافات الأولية، وهذا من أحد أسبابه التقليل من معاناة الإنسان. الهدف من الاحتفال بهذا اليوم أن كل موضوع كل سنة يكون في عند موضوع معين يتم تسليط الضوء فيه، ومتخصصين أكثر في الخدمات الإسعافية اللي تقدم. ارتأت المركز المرجعي العالمي للإسعافات الأولية التابع للاتحاد الدولي والصليب الأحمر أنه يكون في خلال هذا العام الحديث حول الإصابات الرياضية. الإصابات الرياضية مثل ما أنتم عارفين عديدة، ونشوفها إحنا كإعلاميين بالتلفزيون، نشوف ميداني لا سمح الله يكون في إصابة وقد توصل إلى حالات وفاة. لكن الأغلب اللي ما يعرفه أن سنويا تتراوح عدد الإصابات ما بين 25 إلى 50 مليون إصابة، تكون إصابات طفيفة إلى إصابات للأسف حالات حرجة وقد تصل إلى الوفاة. هذه بالنسبة حق كرة القدم، هذه للرياضة، الرياضة بشكل عام. نعم، الرياضة بشكل عام. فإحنا يوم نتكلم الإصابات الرياضية إحنا ما نركز عن كرة القدم. يمكن نعم التعاون اللي كان صار عن كرة القدم بشكل أكبر، كنا نعرف يعني كرة القدم هي الرياضة 300 مليون 300 مليون لاعب، يعني صحيح مقاطعة، بس أنا خصصت كرة القدم لأن هي اللعبة الوحيدة اللي فيها 11 لاعب، وفيها عندك 10 احتياط، وفيها تبديلات مستمرة، وفيها أطقم طبية دائما ينزلون الملعب للمعالجة. ولا تنسى أن عندك ما بين 40 إلى 80 ألف شخص موجود عندك من الجمهور، من المتفرجين. يعني أنت ولا قطع كلامك الخير، أنت تشوف مثلا بعض الحالات تصير أن ممكن حد من الجمهور يصاب، يتدخل اللي عالجه الطاقم الطبي، ما ينتظرون يعني يكون في إسعاف لحد ما يوصل الإسعاف. نعم، عساس سرعة الاستجابة. نعم. تكلمت ان ارتأت الاتحاد الدولي والصليب الاحمر انه يخصص هذا اليوم للرياضيه او الاصابات الرياضيه بشكل عام. صحيح. يعني لماذا تم التركيز مثلا على الرياضيين بشكل عام؟ هل بسبب عدد الاصابات، او بسبب مثلا يعني نوع معين او تقويم معين، بحيث ان كل سنه في موضوع معين من قبل الاتحاد الدولي؟ صحيح، كل سنه يكون في موضوع يكون من قبل الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر. هالسنه كان نفس ما ذكرت لك بسبب الاعداد الكبيره والاحصائيات اللي تم دراستها، والاهميه تسليط الضوء على هذا الجانب، وتم استهداف العديد من الفئات من خلال الرياضيين كبار السن وايضا الاطفال، من العديد من الانشطه والبرامج اللي نقدمها. طبعا مثل ما تعرفون ان احنا ما نبي نخوف الاشخاص من الرياضه والعمل الرياضي، لكن الرياضي كوننا يبذل مجهود جسدي فهو معرض بقدر كبير الى اصابات رياضيه. كوننا في وعي للتعامل مع هذه الاصابات يقلل من حدتها وخطورتها، ويخلي الواحد يقدر يمارس الرياضه بشكل سليم وصحي. نعم. لو نتكلم على يعني مضمون هذه الدوره، الاتحاد الدولي والصليب الاحمر قرر انه يكون مثلا هذا اليوم يوم مخصص مثلا للاصابات الرياضيه بحكم الاعداد الكبيره وايضا التوجه الى الرياضه، لكن بالنسبه لكم انتم بمضمون هذه الدوره اللي نظمتوها تحت هذا الشعار؟ احنا ركزنا بشكل كبير، احنا نقدم طبعا دورة الاسعافات الاولية تركز على اساسيات الاسعافات الاولية، التعامل مع الكسور، جروح، الانتكاسات، الاختناق، حالات الاغماء والعديد من الاصابات. ونركز احنا طبعا لما احنا نتكلم عن الرياضة فنحاول نركز اكثر في امثلتنا وتطبيقنا عن الحالات اللي ممكن يتعرض لها الشخص في ميادين الرياضة، وطبعا يمكن أكثرها هي النزيف، الكسور، الجروح، ونركز أكثر على النقطة اللي محتاجة تدخل سريع. يعني بعض الأصابات ممكن خلاص أنت يعني تقدر تنتظر فيها الإسعاف أو الطاقم الطبي يتدخل، لكن الفكرة إحنا نقدم هذه الدورة فرضا صارت فيه لا سمح الله إصابة عند شخص، الإصابة واضحة ممكن الطاقم الطبي يتدخل فيها، لكن
قد يكون هناك الأسوأ أن يكون في تدخل سلبي، مثلا بساعد والله أخوي مصاب بأساعده أحركه فللأسف يسبب له أصابة وتفاقم بشكل أكبر. فالهدف إحنا من توعيتنا سواء بدورات الإسعافات أو المحاضرات اللي إحنا نقدمها أن إحنا نخلي الأشخاص على وعي كيف يتعاملون مع هذه الإصابات، نفس ما هو الشعار المطلق اللي هو جاهز استعد وأسف. نعم، احنا نبي بس نضيف على كلامك، يعني من ضمن الإصابات اللي يبلع لسانه في الملعب إذا ما كان الشخص عنده يعني الخبرة الكافية من خلال تدريباتكم اللي تقدمونها أو الدورات اللي يأخذونها اللاعبين وأيضا مرضية التدخل السريع ممكن تودي على حياته. يعني كذا لاعب شفنا يعني بلع لسانه لكن التدخل السريع أنقذ حياته في حالة بلع لسان ما يقدر يتنسم، صحيح يعني ما يقدر يتنسم، ما يوصله أكسجين لا للرئة ولا للمخ ولا لأي مكان. فالتدخل السريع أو عن طريق دوراتكم أنتم تفهمونه شلون طريقة لوي الرقبة وإدخال الصبع وسحب اللسان بالكامل لتفاديهم، بعدها يتم أيضا عمل الإسعافات الأولية الثانية يعني الحفاظ على حياته. أنت تكلمت شوي وقلت جاهز استعد أسعف، خلنا نتكلم يعني لماذا تم اختيار هذا الشعار وليكون يعني عنوان هذه الدورة؟ هو الفكرة أنه يكون من الأساس الشخص جاهز نفسيا، يعني يوم تكون أنت في أمامك أي حالة تحتاج تكون جاهز وعندك هذه المبادرة أنك تقدم هذه المساعدة، فمهم أنه يكون أنت جاهز نفسيا لهذه المساعدة اللي راح تقدمها. النقطة الثانية استعد، وهي النقطة مهمة جدا، استعد من خلال أن يكون عندك أنت تدريب إسعافات أولية، عندك وعي بالإصابات، عندك الأدوات اللازمة، عارف وين ممكن تلاقيها. فلا سمح الله مثلا أنت كنت في مكان عمل وصارت إصابة قدامك، أنت تعرف حقيبة الإسعافات الأولية وين موجودة، جهاز AED اللي هو حق الصدمات الكهربائية، لا سمح الله إذا وصلنا لحالة يعني سكتة قلبية أو القلب ما عاد يعني يستجيب، فأنت تكون عندك العلم كيف تتعامل مع المنطقة فتكون أنت مستعد. النقطة الأخيرة اللي هي أسعف، أنه خلاص انطلق أسعف، قم بالإجراءات اللي أنت متعلمها وبإذن الله أن الله يكتب أنه يكون على مساهمتك إنقاذ حياة. نعم خالد، احنا يمكن تكلمنا بشكل عام عن اليوم العالمي للإسعاف الدولي وتحت الشعار اللي انت ذكرته، لكن خلينا نتكلم على المضمون. انت اخترت الدوره، اخترت حكام رياضيين، صحيح، وفيها ايضا دوره يعني بالنسبه للحكام، يعني ممكن المشاهد يتساءل يعني او اي احد شخصي يتساءل يعني لماذا تم اختيار مثلا الحكام الرياضيين بشكل خاص في 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 مجمل هذه الدوره. هي دوره طبعا طويله بتحت شعار يعني بما ان مدتها سنه تقريبا، فلماذا تم تخصيص مثلا هذه الدوره للحكام الرياضيين؟ هي دوره نفس ما ذكرت، هي دوره الاسعافات الاوليه تكون مدتها الزمنيه اللي ياخذها الشخص تكون مدتها 8 ساعات، تستغرق اكثر من سنه، تكون مدتها صالحه لمده 2 سنين، ونوصل الاشخاص ان يحدثون المعلومات. الفكره ليش احنا تعاوننا مع الحكام تحديدا؟ اي شخص فيكم الحين لو انا اسالكم، انت الحين في الميدان قاعد تشوف مباراه قدامك، من اللي بيده القرار انه يصفر يوقف المباراه في حال صارت اصابه؟ هل هو اللاعب؟ هل هو الكابتن؟ هل هو الحارس؟ هل هو المدرب ام الحكم؟ فاحنا حبينا نركز اكثر على الحكام، يمكن كان في تنوع بالاخوان دوري نجوم قطر ما قصروا وتعاونوا معانا. كان في حكام رايه وحكام ساحه وحكم رابع، بحيث انه خلاص هم ملمين في اللي قاعد يصير في الملعب، فادراك لنوعيه الاصابات وكيف التعامل معها، حتى الفار يعني حكم الرائع بالضبط، فهو خلاص يعرف شلون بيتعامل. يعني والله يقول لك انت هذه اصابه خطيره محتاج انك توقف الملعب، ممكن بعض الاصابات ما يصفر وبس ينتظر الطاقم الطبي يتدخل، ممكن هو يتدخل انه يبادر بالاسعاف. في 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 امثله حيه يعني مثلا تم مشاهدتها من قبل الحكام الرياضيين، بحيث انه في حكام فعلا تدخلوا في بعض الحالات بحيث انه يعني اسعف في الوقت المناسب بحيث لا سمح الله يكون في تدهور في صحتها. هو ذكروا بعض الشباب على امثله وبعض المواقف اللي صارت لهم، لكن بس كنت حاب بعد اضيف نقطه انه نعم يمكن الأغلب كانوا حكام، لكن بعد أيضا كان عندنا طاقم إداري. نعم. يعني إحنا صار كنا مستهدفين اللعيبة والإداريين، لكن بحكم أنه كان اليوم أغلب مباريات في دوري نجوم قطر، فبعض الإداريين بعض اللاعبين كانوا متواجدين، لكن العدد الأكبر والحصيل الأكبر كانت من الحكام. وشاركونا بعض المواقف اللي صارت معاهم، وبنفس الوقت الحمد لله إحنا أصلا طاقم المدربين اللي عندنا هم عبارة عن مسعفين، فهم عندهم بعض التجارب السابقة اللي صارت معاهم. من الجميل كانت ردة فعل الحكام بعض الأشياء اللي شاركونا فيها، أنا كشخص يعني بديت أتعلمها وحسيت بأمان أكثر على لاعبيننا، أنهم عندهم قال إن في عندنا البند الخامس أساسه هو حماية اللاعب، فحماية اللاعب رقم 1 بالنسبة لي أنا كحكم.
ومو فقط بس أنا أدير المباراة، نعم. أنا أيضا مسؤوليتي حماية اللاعب، فهناك في قوانين إنذار وطرد وهم على بعض التدخلات العنيفة، صحيح. لكن هدفها الأساسي هذه كلها أن أنا أحافظ على سلامة اللاعبين. نعم، في كأس العالم عندنا المثال حي عن اللاعب إريكسون، إريكسون الدنماركي، أول ما طاح أشر الخصم على طول، جاء الطاغم وغطى عليه، لعيبتهم غطوا عليه وخلوا ذوي راعي الاختصاص هو اللي يشوف شغله، صحيح. غطوا عليه عشان ما يشوفون الحالة، كانت عنده مشكلة في في القلب، وتم تدخل يعني الحكم على طول من شافه طايح ومأشر للاعب على طول صفر، خذ أجرى يعني أسرع إجراء وأشر للطاقم الطبي النائي، فكانت البادرة من أصدقائه وأيضا من فريق الخصم، تم إيقاف المباراة تقريبا لما شلوا الحالة وتأمين الإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف، يعني اللهم لك الحمد إحنا قطر يعني فزنا في أفضل تنظيم في العالم من جميع النواحي، تمت معالجته، تمت معالجته والآن رد إلى أرض الملعب، وقام الله يعني في يونايتد يلعب، وكانت يعني بادرة طيبة من اللاعبين، من الأشخاص اللي لديهم الوعي يعني للأطباء اللي خلهم يأخذون يعني وقتهم، خلهم يأخذون شغلهم، الحكم دائما وقف نفس ما قلت أنت بالضبط، وقف ساعة خلاه يأخذ راحته في الملعب، تم تقريبا 5 دقائق ورجع، وبعدها تم استكمال المباراة. زين الحين يعني أبو محمد لو نتكلم عن مدى وعي اللاعبين، مدربين، إداريين، رياضيين بالإصابات الطبية، شوف مثل ما ذكرت لك قبل شوي ان ما شاء الله تبارك الرحمن كونه شخص رياضي فهو يمكن تلاقيه مدرك اكثر للشريح الجسد، العضلات، الاصابات، فهم عندهم وعي أكثر. اكثر يعني فعليا انت تشوفه يوم نتكلم معاهم عندهم تبارك الرحمن وعي اكثر مننا في نوعيه الاصابات والعضلات، فهذا سهل اكثر من عمليه التدريب وخلانا بالعكس ننجز بشكل اسرع، وبنفس الوقت مدى تفاعلهم، الاسئله، الاستفسارات عن بعض الاصابات اللي ممكن يتعرضون لها اللاعبين، كان في يعني فعلا يعني حسنا احنا قدمنا محتوى علمي ممتاز، ان شاء الله انه يعني ما يحتاجون له، بس اذا لا سمح الله وقدر انه يكون في ظرف انهم قادرين على التدخل بشكل ايجابي. نعم، هو خالد ممكن واحد يسال يعني هل يتم اجبار مثلا الحكام الرياضيين بحكم دخولهم الى الساحه انه لازم ياخذ مثلا دوره في الاسعاف، وكيف كان تجاوبهم مثلا خلال الدوره؟ اكيد في بعض الملاحظات وصلتكم، بعض الاشياء اللي ممكن مرت على حكمكم ما عرف مثلا كيف يتخذ الاجراء، بحكم انا اتكلم عن التدخل السريع يعني مثلا التدخل العادي ممكن اصابه، ممكن يعني ينادي مثلا او يستدعي الطاقم الطبي بحيث انه يتدخل في هذا الموضوع. هو بالنسبه لنفس ما ذكرت الاستجابه وحكم الخبرات اللي عندهم، هم شاركونا بالعديد من المواقف اللي صارت سواء اصابات على مختلف الفئات السنيه، يمكن الاغلب يشوف بس الفئه اللي هو خلينا نقول الفئه اللي هي فوق ال 21 سنه تقريبا الفريق الاول، لكن ايضا شاركونا ببعض القصص اللي كانت تصير لهم سواء اصابات للفئه البراعم، فئه الشباب، الحالات اللي يمر فيها الشخص المصاب، كيف انت بعد تحتاج ان يكون عندك تدخل نفسي، ان انت تحتاج تهدي، فالشباب بعد ما شاء الله يعني عندهم هذا الاستعداد، عندهم هذا التعامل النفسي بعد انه يكون جاهز للتعامل في مثل هالمواقف. يمكن ياخذني هذا الحديث انه يعني فعلا احنا حاولنا نفس ما ذكرت سابقا انه نستهدف في هذا البرنامج اللي هو احتفاليه اليوم العالمي بالاسعافات الاوليه انه ما يكون مقتصر فقط على اليوم الاول، انما يكون لمده اسبوع ويكون في تنوع في الفئات المستهدفه وتعاون اكثر مع جهات مختلفه. يعني احنا كان عندنا تعاون مو فقط مع الدوري نجوم قطر، كان عندنا تعاون مع بعض الانديه، اليوم احنا موجودين في محاضره تقدم في نادي العربي وعندنا محاضرات تقدم خلال الايام القادمه، مو بس الانديه، عندنا بعد مع الاتحادات، عندنا لجنه رياضه اي ترى بيزعلون الباقي الرياضيين بعد في الرياضات الاخرى حتى العنصر النسائي بعد احنا مقدمين لهم شيء، حتى بعد الفئات الاصغر طلاب المدارس، طبعا الهلال الاحمر يقدم برنامج مستمر دائما هو الهلال المدرسي وتحت شعار ومن احياك انما احيا الناس جميعا. فكرة البرنامج أن يقدم محاضرات وتوعية بالإصابات والتثقيف الصحي، لكن ركزنا حاليا على الإصابات الرياضية خلال هذا الأسبوع. بالنسبة لبعض الفعاليات اللي تصير يعني الخارجية، يعني احنا الجدول عندنا مزدحم يعني في الرياضة دائما، يعني بتروح لكرة اليد تلقى الدوري شغال، كرة السلة، كرة الطائرة، دراجات نارية، دراجات هوائية، سيارات، فاتها يعني جدول مزدحم في كل في كل تخصص. وظيفة الهلال الأحمر في نفس هذه الفعاليات من التوعية اللي تقدمونها، هل هناك برامج
تروحون للميادين أثناء البطولات وتعلمونهم وتوعونهم؟ طبعا بالتعاون، يعني مثل ما تعرفون الهلال الأحمر يتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات في الدولة. نعم. وكثر ما يكون في تيسير يكون في ان احنا نقدم دورنا المطلوب مننا. نعم. سواء كان الدور الإسعافي بتواجد سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر القطري، او الدور التثقيفي سواء تدريب تثقيف. احنا ايضا عندنا برامج ايام صحيه، يكون عندنا مجموعه من المدربين والدكاتره والاخصائيين. نعم. يعني يكونوا يقيمون ببعض الفحوصات الحيويه، ضغط، سكر، نظر، بحيث يمكن الشخص لا سمح الله يمكن اموره طيبه بس ما يدرك انه في عنده اصابه الا يوم تصير الاصابه الفعليه. فانت يوم يكون عندك هذه المشاركات مع بعض الجهات وبعض المؤسسات. نعم. من خلالها انت تقدم لهم يوم صحي كامل، في محاضرات، فيه بنفس الوقت غير المحاضرات هذه يكون في عندك الفحوصات الحيويه، تعطي تقرير لكل شخص عن حالته، فممكن حتى توصيه تقول لا راجع دكتور، مثلا نزل وزن، لا مثلا انت عندك مؤشر انك لا سمح الله تدش في حاله من حالات السكري. فهذه النصائح نقدر احنا نعطيها بالتعاون مع الجهات. زين ابو محمد، اذا يسمح لي اخوي عبد الرحمن، خذ راحتك. ما شاء الله المتطوعين مع الهلال الاحمر اعداد رهيبه عندنا في قطر والله الحمد. صحيح. وانت تشوف يعني من الكثير من الرياضيين في ايام العطل الرسميه، وايضا في بعض الفعاليات على سبيل عند الدراجات الناريه يطلعون ويروحون يقدمون هذه التوعيات، الشباب اللي يروحون سيلين منهم متطوعين في الهلال الاحمر. ما مدى تجاوب المتطوعين مع الهلال الاحمر والدعم اللي يقدمونه لكم كمتطوع؟ فعلا هذه النقطة مهمة اللي ذكرتها، احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا ولله الحمد من المتطوعين، ابرزهم متطوعين رياضيين واشخاص مؤثرين في البلد، يكون لهم دور كبير في المساهمه في مثل هالبرامج. نعم. نفس ما ذكرت احنا سابقا يكون عندنا حتى في الايام الاسعافات الاوليه كان عندنا احد الاعوام قدمناه للمجتمع، قدمنا دوره خاصه كانت للمؤثرين، سواء مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي او مؤثرين في الدوله. نعم. ويكون عندنا اصلا يعني يوم السبت كان الدورات، كان عندنا 3 دورات، كان في دورة خاصة للرياضيين لكن أيضا كان في دورة للمتطوعين أيضا. نعم. لأن ونفس ما ذكرنا لهم إحنا في ذاك اليوم قلنا لهم أنتم يمكن تكونوا أهم، يمكن الرياضي يكون في مكانه، الموظف يكون في عمله. نعم. لكن أنت كمتطوع بجهودك اللي أنت تشارك فيها في أكثر من فعالية، فأنت تقريبا أنت منتشر في أغلب أماكن الدولة، فأنت تغطي عدد كبير من الأماكن، معرض أن لا قدر الله تكون في أمامك إصابات، فأنت كثر ما تكون أنت جاهز ومؤهل قد تساهم في إنقاذ حياة. نعم. بالذات اللي يروحون هالشيلين يعني على ما توصل سيارة الإسعاف، يعني أوكي خلنا نقول في أسرع الحالات بتوصل عندك في 5 دقائق أو 10 دقائق، بس إذا كان متواجد أحد هؤلاء المتطوعين بينقذ حياة الشخص. وايضا في قانون من الدولة ينص انه يعني انت عندك كل فئة معينة لازم في عدد معين انه يكون انت عندك على الاقل اشخاص معينين متدربين الاسعافات الاولية. نعم. كثر ما كبر العدد تكبر خدمة الاسعافات المقدمة، حتى تصل مثل ما تشوفون انتم في المدارس انه لازم يكون في عيادة صغيرة او مكان صغير مخصص حق التدخل. نعم. خالد، هل في اي انشطة اخرى مقامة ضمن احتفالية الهلال الاحمر القطري بتزامن مع اليوم العالمي للاسعافات الاوليه؟ يعني هل في اي انشطه اخرى خلال هذا اليوم العالمي او لا؟ صحيح. يحتفل الهلال الاحمر القطري في هذه الفعاليه سنويا لمده اسبوع. فبدينا احنا في دوره الاسعافات الاوليه اللي تم اقامتها بالامس، اليوم وخلال ايام الاسبوع يكون عندنا مجموعه من المحاضرات نفس ما ذكرنا سابقا تقدم اما لفئه الانديه والمدارس، يعني عندنا اصلا مدارس، المراكز الشبابية أيضا، في عندنا مثلا لجنة رياضة المرأة، الاتحادات القطرية، من باب أن احنا قدر المستطاع يكون عندنا هذا التنوع. نختم جميع هذه الأنشطة إن شاء الله في يوم الجمعة، بيكون عندنا معرض في أحد المولات، نحاول قد ما نقدر الفئة اللي ما وصلنا لها في الأماكن الخاصة نوصل لها في مكان عام، ندعوهم يتفاعلون معنا وإن شاء الله يكون يعني حتى في هدايا تفاعلية للأشخاص اللي يحضرون بإذن الله تعالى. نعم. يمكن يعني وصلنا لختام هذه الفقرة، نبغي رسالة منك أو دعوة للجمهور خاصة حول الإسعافات الأولية ومدى ضرورتها، يعني لازم ما يخلو كل بيت للأمانة، يعني وهذا موضوع مهم، يعني ما يخلو. نعم. كل بيت إلا من شخص أو شخصين لازم يكون بلم بالإسعافات الأولية. صحيح. دورة الإسعافات نتكلم على كل مستوى، يعني الإسعافات الأولية والوعي فيها أمر جدا مهم، وهي تعتبر وقاية، لأن بناء أنت ما تبي تنتظر لا سمح الله تصير عندك حالة ترتبك ما تعرف تتصرف. لا تنتظر الوقت اللي أنت تكون في حاجة
للدورة نفسها، لا خلي الدورة موجودة عندك. الدورة أنت ما تدري بيكون هذا العلم موجود وما تعرف متى ممكن تضطر أن أنت تتدخل وتساهم فيه. احنا بس خالد عذرا على المقاطعه، بس احنا بتوجه رساله للجمهور، يعني الناس اللي يفكرونها دوره انها خاص مده طويله، يعني ساعات طويله، ممكن مثلا يغيب من الدوام او ياخذ اجازه او غيره، احنا توضح للجمهور يعني هذه دورات ترى بسيطه يعني وتخصصيه بشكل عام، هي مش تدخل طبي بشكل كامل او جراحي لا سمح الله، هي اسمها من اسمها مبين ان اسعاف اولي، يعني بحيث انه ممكن انت خدمتك للشخص هذا او وعيك ممكن يستفيد او يعني يتفادى من الحاله الخطيره اللي هو فيها. فنبغى نبدا عن الاسعاف الاولي بشكل عام، يعني مده الدوره وين ممكن تعقد، هل ممكن يروحون لكم، كيف ممكن يسجلون؟ صحيح، الدوره مدتها 8 ساعات. 8 ساعات هذه يمكن تشوفها انت رقم كبير، لكن فعليا هي ما بين النظري والعملي وجزء كبير منها عملي. كل ما مر على موضوع نتكلم عن النزيف بنخليك تمارس تطبيقات عمليه، نتكلم عن الكسور بنخليك تمارس تطبيقات عمليه، نتكلم عن الاختناق تطبيقات عمليه، الانعاش القلبي الرئوي تطبيقات عمليه. فانت بتستمتع وانت قاعد تحضر هذه الدوره ان انت قاعد تمارس شيء عملي بنفس الوقت تستفيد منه. حتى احنا يعني نقدم اختبار، الاختبار اللي نقدمه هو شنو؟ بناء على الجزء العملي اللي انت مارسته وتعلمت فيه. الدورة هذه انت ممكن انت تتواصل معنا، احنا في مركز الهلال الاحمر للتدريب والبحوث والتطوير، احنا نقدم هذه الدورة للمؤسسات والجهات ونقدمها للافراد شهريا مرة، نخلي مرة مفتوحة للاشخاص الافراد اللي حابين يلتحقون معنا يتواصلون معنا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او يتواصلون حتى عندنا في المركز، واحنا ان شاء الله من خلال احنا ننسق معاهم، ناخذ بياناتهم، نشوف الموعد اللي يناسبهم بحيث انه يتناسب مع مجموعه معينه، نستوفي مثلا 10 او اكثر ونقدم لهم الدوره. هي تكون مثلا يوم واحد ولا يومين او ثلاثه؟ تكون يوم واحد، يوم احنا واحد. للافراد نقدمها يوم واحد ويفضل يوم سبت بحيث يكون اجازه، لكن لو قلنا في مؤسسه او جهه تطلب احنا نقدر ننسق مع المؤسسه بناء على رغباتهم، يعني بعض المؤسسات تقول لك والله 8 ساعات وايد، فاحنا نقسمها على يومين، 4 ساعات 4 ساعات، فيكون بحيث ساعات العمل. وحتى احنا ما يعني ما نقول لك انا بس لا تعال عندي، انا ممكن اجيك اقدم الدوره عندك. جميل. احنا وصلنا مرحله ان احنا نقدم الدورات حتى في منظمه كان عندنا برنامج ان احنا نقدمها في المجالس، يعني الموضوع بسيط، المعدات موجوده، المدرب موجود، بس يكون في مكان وعدد ويصير فيه التدريب اللازم. حلو هذا، يعني ممكن تقدم دوره في المجالس، وهذا هو الاهم. نعم. ان فعلا احنا نصل للمجتمعات. نعم. والافراد متى ما استوفيت الشروط في العدد المعين يعني تقدم عندهم طلب وان شاء الله ان يجونك للمجلس، واحنا بتقديم كل التسهيلات اللي نقدر عليها. الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي خالد بن محمد المريسي، رئيس التدريب في مركز الهلال الاحمر قطري للتدريب والبحوث والتطوير، الله يكتب اجركم بيض الله وجهكم. الله يعطيك العافيه، حظ موفقين ان شاء الله. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، نذهب الى هذا الفاصل القصير ونعود بعد لمتابعه حلقه الليله. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد ونكمل ما تبقى من حلقة الليلة. بالتعاون مع وزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق برنامج صدارة، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق برنامج صدارة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال. ويهدف البرنامج إلى تهيئة أجيال جديدة من العاملين في الشؤون القانونية في القطاع العام لصياغة التشريعات والسياسات العامة. جدا سعيدين بإطلاق أول برنامج تدريبي ما بين بالتعاون في إطار الشراكة ما بين وزارة العدل متمثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية وما بين ديوان الخدمة المدنية وأكاديمية قطر للمال. طبعا البرنامج يركز على صياغة التشريعات ووضع السياسات العامة مبنية على أسس ومبنية على أسس ومبادئ متعمقة
وضع البرنامج بالتعاون مع وزارة العدل وأكاديمية قطر وديوان الخدمة في وضع المحاور الأساسية لهذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر القانونية في الدولة وذلك للوصول إلى المناصب القيادية. البرنامج إن شاء الله مدته 30 يوم تدريبي بإذن الله، وبعدها راح يكون هناك أيضا رحلة إلى سنغافورة حتى يشوفون الطلاب المشاركين أبرز وأفضل التجارب العالمية في مجال صياغة التشريعات والقوانين. تقدم للبرنامج أكثر من 90 مرشح ومرشحة، وتم قبول 35 منهم فقط، وإن شاء الله نتطلع لإنطلاقة مميزة لهذا البرنامج. ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الديوان على تنفيذ ركيزة التنمية البشرية المتمثلة في تطوير العنصر البشري وتأهيله لتعزيز كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتمكين قطاع الخدمة المدنية في دولة قطر من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بنجاح. مشاهدينا الكرام، حصل فريق الباد بول القطري على المركز الخامس ببطولة كأس الأمم الثالثة للباد بول 2024 والتي اختتمت في النمسا، وذلك بمشاركة منتخبات البرتغال وإيطاليا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا والمجر والنمسا. وخاض فريقنا منافسات البطولة ضمن المجموعات الثانية التي تعتبر قوية جدا. نعم يا عبد الرحمن، والحديث أكثر عن هذه المشاركة يسرنا أن يكون معنا اللاعب محمد السالم، ومعنا ايضا اللاعب عبد العزيز الباكر. يا هلا ومرحبا بكم. وخلونا نتكلم عن مشاركتكم في هذه البطوله. البطوله هذه الثالثه، البطوله هذه اللي يشاركون فيها دائما دول بس من اوروبا في الوقت الحالي. نعم. جاتنا دعوه منهم بعد ما بعد الاداء اللي سويناه في كاس العالم شهر 11/2023. نعم. وخذنا المركز السابع. مجموعتنا كانت أقوى من المجموعة الثانية، مع أن بطل العالم كان في المجموعة الأولى يعني. نعم. بس إحنا كان معانا البرتغال وإيطاليا. نعم. وقطر والألمانيا. وألمانيا. نخبة النخبة. التصنيف على حسب التصنيف الفرق اللي موجودة عندنا في مجموعتنا هم الأقوى يعني. نعم ما شاء الله. أنا بدي أنتقل لمحمد. محمد، يعني ممكن واحد يتساءل يعني المشاهد، إيش هي الباد بول يعني بشكل عام؟ كيف هذه الرياضة؟ كيف تتكون من، كيف تحسب النقاط؟ هي رياضة الباد بول يعني مقاربة بين التنس والبادل والطائرة. تنس وطائرة وبادل. وبادل. تجمع، بس الفرق إنك تلعب في رجلك يعني. نعم. الحسبة نفس التنس تكون. نعم. واللعب يكون نفس الطائرة يعني، إنما بيننا من لمستين إلى ثلاث تلعب مع الفريق الخصم. ما تنزل في على الأرض الكرة؟ لك لمسة واحدة تنزل على الأرض. بس طقة واحدة على الأرض. أيوة. أيوة. بعدين ترجعها للفريق. تكون مثلا اللعب يكون زوجي ولا فردي؟ زوجي لازم. ما يصير فردي. يعني لازم اثنين ضد اثنين. طبعا اثنين ضد اثنين، ما يصير زوجي، ما يصير فردي، اثنين ضد اثنين. نعم. ويعني اللعبة تطور من كنترولك، يعني لعبة ممتعة صراحة. طيب هل يعني هل تعتبر هذه الرياضة بشكل عام يعني جديدة خاصة عندنا في قطر، يعني أول خليج بشكل احنا قطر خاص وخليج بشكل عام؟ الرياضة الباد بول عندنا طبعا احنا أول دولة من جاب اللعبة من دول الخليج وفي العرب بعد. نعم. جديدة عندنا، لكن من منتخبات العالم يعني سابقيننا فترة زمنية، بس احنا نعتبر أفضل فريق عربي وآسيوي. نعم. وعلى هذا الشيء كفو. يتم دعوتنا لين أوروبا، وعندنا ترى في الأرجنتين كوبا أمريكا. نعم. احنا المنتخب الوحيد خارج أمريكا مستدعينا حق هالبطولة. استاهلوا والله. استاهل. بس السؤال ممكن واحد يسأل يعني كثر الرياضات اللي موجودة عندنا يعني في العالم بشكل عام وفي قطر بشكل خاص، يعني إيش معنى هذه الرياضة اللي تحتاج جهد وتحتاج لياقة وبنفس الوقت إن برجلك فاضي؟ هل في سر معين واحد من الشباب اصر عليك مثلا عبد العزيز او حد غيره، ولا حد مثلا اصر عليك انك تشوف؟ والله أنا والله العظيم انا رحت لهم اول بطوله، رحت مع الشباب في بطوله الخليج اللي في قيمت في الامارات. نعم. واحنا توجنا في البطوله. نعم. انا رحت وقتها كاداري، بس شفت اللعبه يعني جدا شدتني، يعني انا بخصوص اني لاعب يعني العب كره قدم، فلعبه جدا ممتعه. نعم. يعني تساعدك انه اول شيء
تقوي لياقتك ويعني فيها متعة اللعبة صراحة. فجدا تحتاج لها كنترول عالي وقوة أربطة ويبيلك تركيز عالي جدا فيها. خلنا نشوف أبو سعود الحين نقول له أقوى وراء لعبتوها في هذه البطولة كانت ضد من وشون كانت المنافسة؟ كان ضد إسبانيا ونفس الفريق اللي خسرنا منه وطلعنا من كأس العالم في ربع النهائي. أيوة في ربع النهائي بعد في هذه البطولة طلعنا من نفس الفريق من إسبانيا. بطل إسبانيا كان بطل العالم 3 مرات على التوالي. أيوة في النسخ السابقة طبعا. نعم وهو اللي تتوج في البطولة هذه. وهو اللي تتوج أيضا هو نفسه. نعم إسبانيا يعني معروفين في باد بول أنهم من أوائل الناس اللي لعبوا اللعبة. نعم يعني حتى عندهم واحد الحين صار في برنامج تدريبي للعبة. نعم توزيع شهايد تدريب للمدربين عشان اللعبة تبدأ تكبر. نعم الوحيد اللي يعطي هذه الشهادات لاعب في منتخب اسبانيا اصلا. نعم ابو عزيز يا اخي احنا نشوف الحين صور على الهواء يعني وتكلمنا يعني عن اداء اللعبه بشكل عام. كان محمد عطانا نبذه شوي عنها لكن مثلا هي هل كم جوله مثلا تكون كم عدد النقاط المحسوبه لها وقت ما لها وقت يعني التحكيم شلون في مثل هذه اللعبه؟ ما لها وقت هي نفس نظام التنس حسبه التنس اللي هي النقاط 15-30-45 15-30-40 والنقطه الاخيره تاخذ الجيم. وهي تلعب على اللي ياخذ 6 اللي هو شوطين. نعم. يفوز. اما اذا اخذت انت شوط وانا اخذت شوط نلعب شوط فاصل. طبعا كل شوط في يسمونها بالستة قيام يعني ست اشواط. ايوه كل خلينا نقول كل شوط فيهم 45 اللي هو 15-30-45 40 بعدين تاخذ انت الفاصل 40 بعدين تاخذ فاصل 1 انا 0. ايوه اذا انت اخذت 6 ايوه تاخذ شوط هذا الشوط. ايوه نعم نفس التنس تقريبا نفس التنس. نعم. يعني نفس التنس بس انه هي يعني مزيج تقدر تقول بين التنس من القانون وحسب الشبك والارسال البدل على حسب القزاز والسكواش كرة القدم تلعبها برجلك والطائرة انك تقدر تلعب مع زميلك. وعلى فكرة ترى فيها شوية نوع من الذكاء يعني انت جدا يعني حتى اللي مثلا يضربون القزاز ممكن ترتد يعني فكلمنا شوي عن هذا الموضوع يعني هذه الرياضة ايش ممكن تحتاج من الشخص انه ممكن يبغى يدخلها يعني مثل ما قلت هي تحتاج ذكاء وفيها تكتيك. يعني لو تشوف تروح مثلا الاسبان الاسبان عندهم يعني طريقة لعب معينة لمسة اي يعني شلون يتحرك وشلون يلعب. الرومانيين هم ابطال العالم. الرومانيين لهم اسلوب خاص فيهم يعني هم يلعبون دائما ما يعطونك بفلسفة معينة. اي الايطاليين لهم نظام معين يعني وهو بعد يعني في اللعب تحتاج شوي ذكاء وتحتاج انك تقرا اللعب تقرا الكوره قبل ما يلعبها الخصم. صح. ومتى تستعمل القزاز متى تلعبها حق زميلك متى يعني تركض قبل الكوره. نعم. وتمركزك يعني هذه الامور كلها في كل الرياضات طبعا بس بالاخص باد بول وتطور من الكنترول. يعني اذا انت لاعب كوره تجي تمارس الباد بول كهوايه راح تطور من مهاراتك. مهارات الكنترول. بعد نوجه تحية حق لاعب المنتخب مبارك مهيزع نوجه له تحية من قناتنا صراحة بعد هو معاكم ما شاء الله عليه ولا قصور فيكم والله وهو معاكم في السفرة. نعم ما شاء الله يعني متميز هو أصلا وأنتم كلكم متميزين وبيض الله وجهكم على اللي قاعدين تسوونه. زين الحين ليش هذا ما عندنا دوري له؟ سؤالنا هنا محمد هذه الحين منتخبنا مصنف 7 على العالم. نعم ليش ما عندنا دوري؟ ليش ما يقام لها دوري الحين؟ والله صراحة يعني احنا ودنا يعني مثلا يكون لها دوري. نعم يكون لها اقبال. نعم هي اللعبة اذا انت بتكون بيكون لها دوري انت محتاج عدد ناس. صحيح تجي وتلعب. نعم محتاج انك مثلا اول شيء محتاج انك يكون عندك مثلا ملاعب داخلية عشان تقدر يعني بنية تحتية يعني خاصة فيها اللعبة. نعم لأن نعم لأن انت لما تسوي لها دوري تصير المنافسة اكثر طبعا اللاعب ما يكون يعني يسافر لمعسكر او انه ينقطع عن اللعبة يكون جاهز يعني. نعم نفس مثلا احنا لما نروح نشارك الحين يكون عندنا فترة قاب 6 شهور ما نسوي شيء.
لانه ما في دوري باستمرار نفس ما تفضلت انت. يكون عندنا اخر شهر شهرين ضغط مره واحده ضغط مره واحده البطولات الخارجيه انا اتكلم. اما الدوري خلي مستواك ثابت اذا انت او ممكن تتطور طبعا او ممكن تستقطب ناس بعد طبعا الموضوع. وناس مثلا يجون ناس يشاركون يعني يمكن في ناس افضل من يكونون افضل من عزيز يعني عبد العزيز يكون افضل من عندنا في اللعب بس فالدوري يقدر يعني يجيب لك يكتشف لك المواهب بالضبط هاي. طيب هل ممكن واحد يتساءل هل هي والملعب البدل نفس الشيء يعني نفس الخصائص الملعب نفسه هل ممكن يعني تصير مثلا هذا الملعب الخاص للبدل انه يكون مثلا الباد بول او لا ولا لا في ولا لا. في اختلاف طبعا الحجم يختلف المساحه وهذه تختلف الحجم يختلف الارضيه تختلف يعني هل ممكن كلها في اختلاف يعني بس هو ديزاين الخارجي الشكل يبين يعني. نعم. الله يعطيكم العافيه بكل احنا وصلنا معكم يعني ختام هذه الفقره احنا نقولكم الله يعطيكم العافيه والله يوفقكم والكابتن محمد السالم ايضا اللاعب الكبير والكابتن عبد العزيز الباكر الله يعطيكم العافيه اللي فازوا المركز الخامس في هذه البطوله بطوله الباد بول الباد بول صح فالله يوفقكم ان شاء الله باذن الله صوتكم ان شاء الله يوصل ان شاء الله للاتحاد وزاره الرياضه والشباب والاتحادات المختصه في هذا الموضوع بحيث انه يكون دوري ان شاء الله يقام لكم وايضا استقطاب لكم الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في شهر 11 عندنا كبه ما كان بيض الوجه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لكم ان شاء الله المره الجايه لا يفرطوا الاسبوع لا ان شاء الله انتم اللي طلعوه ان شاء الله ان شاء الله ما يقصر شكرا لكم حياكم مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا الى ختام حلقه الليله فما الله مع السلامه.